السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا أداة جديدة من أدوات TFT Unlock. هاي الأداة مختصة بتخطي الآي كلاود، أداة مجانية بالكامل من صاحب الأداة. رح نشرح طريقة تثبيت الأداة ونشرح داخل الأداة. ليت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. رح أترك لك رابط تحميل بالوصف. بعد ما تنزل الملف بنزل معك بالشكل هذا، تضغط عليه كليك يمين وبتعمل اكستراكت، بطلع لك كلمة سر. في كلمة السر TFT الأحرف كبيرة كابيتال، تضغط اوكي. طبعا انا لاني منزله قبل هيك حكالي انه موجود، راح يفك معك الضغط بالشكل هذا وتفتح الملف بيطلع معك بالشكل هذا. تضغط عليه دبل كليك كبستين يعني، تنتظر تبلش عملية التنصيب. نعمل يس، بتبلش عملية التنصيب مباشرة زي ما شفتوا، تفتح الأداة بشكل مباشر. هاي الأيقونة تاعت الأداة بالشكل هذا، هاي الواجهة الرئيسية. مجرد ما خلص عد بنكبس على لوج ان، بننتظر لتفتح الأداة. فتحت الأداة زي ما انتم شايفين، هاي الواجهة الرئيسية للأداة. هذا أول إصدار للأداة زي ما انتم شايفين هون، في الأجهزة اللي بتدعمها الأداة 4S 5S 6 6S 6 بلس 6S بلس 7 7 بلس 8 8 بلس و XS. وهذا اشي غريب راح نشوفه للمستقبل، راح نعمل عليه فيديوهات. iPad 2 3 iPad Air iPad Mini. في عندك هون خيار اوتو تكت، يعني اذا بتخلي الخيار هون راح يتعرف على نوع جهازك بالاداء بشكل تلقائي. اول واجهة موجودة عندنا اللي هي الاكسترا. لو اجينا هنا موجود نورمال ريد انفو، هنا عشان تقرأ معلومات الجهاز. انا هنا شابك جهاز على الاداء، تعمدت اشبك 4S، اعطاني قراءة الجهاز، اعطاني السيريال نمبر، اعطاني الاصدار تبعه، اعطاني معلومات الجهاز والامي تبعه وايش كمان، اعطاني انه مش اكتف وانه مش معمول له جيل بريك. هون زي ما انتم شايفين هون خيارات الثانيه اللي هي خيار جيل بريك، هون لمنع عمل ضبط مصنع بس تكون عامل جيل بريك للجهاز تضغط هذا الخيار. هون بمنع انه يعمل الجهاز ضبط مصنع او يعمل تحديث، هون لمنع التحديث، هون لاصلاح الاشعارات للناس اللي عندها مشكله بالاشعارات ما بتطلع عنده الاشعارات، بيعمل جيل بريك وبيضغط هذا الخيار عشان الاشعارات. في عندك هون خيار نورمال ريبوت 2، تضغط عليه بيعطيك انه بدك تطفي الجهاز، بدك تعمل له اعاده تشغيل، او بدك تدخله في وضع الريكفري، تكبس عليه بدخل في وضع الريكفري. وهنا ريد انفو لقراءه المعلومات في وضع الديفيو مود، وهنا عشان تطلع من وضع الريكفري بتضغط على هذا الخيار اذا كان جهازك على وضع الريكفري وبدك تطلعه على الوضع الطبيعي. هاي الواجهه الاولى. الواجهه الثانيه الباسكود. زي ما انتم شايفين ثلاث خيارات موجوده اللي احنا دائما بنعملهم بالادوات. باك اب باسكود اللي هو لسحب معلومات الشبكه للجهاز، وعلى ما اظن الاداه تعتمد بشكل كامل على الجيلي بريك بالنسبه للخيارات هاي. راح نعمل احنا خيارات، طبعا راح نعمل فيديوهات شرح عملي لكل الاجهزه هاي الموجوده عندك. الخيار الثاني لمسح الجهاز بعد عمليه الباك اب، والخيار الثالث اللي هو لارجاع الباك اب للجهاز عشان يشتغل معك مع شبكه بشكل كامل. لو رحنا على الخيار اللي بعده عندك هنا جيت اكتيفيشن تشينج سيريال نمبر، هنا بحكي لك يعني اخذ معلومات الجهاز مع خيار تغيير السيريال نمبر. وهنا باي باس هلو متعارف عليها اللي دائما بنشتغلها بالادوات للتخطي، بنضغط عليها للتخطي. عندك اي باوند ديفيو بوت بيربل مود،
بتدخل الجهاز بوضع البير بالمود، وهنا فيكس ماونت للبير بالمود. هذول الخيارين نستخدمهم عشان ندخل الجهاز على وضع الديفيو مود، عشان نبلش بعملية الرام ديسك بعد ما ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود. لو رحنا على الخيار الرابع، هذا الخيار مهم للجميع. زي ما انتم شايفين هون حاطين لك سيريال نمبر، هذا السيريال نمبر اللي بدك تغيره عشان تشتغل على هاي الأداة. راح نشرح طبعا في الفيديوهات الشرح العملي الطريقة بشكل كامل. بعد ما ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود ونعمل له باوند، نبلش بعملية تغيير السيريال نمبر. لازم نغير هذا السيريال نمبر لهذا السيريال نمبر، وبتقدر هنا برضو للبلوتوث واي فاي والإيثرنت برضو تعمل تغيير لهم اللي عنده مشاكل فيهم. نروح على الخيار الخامس واللي هو هلو سكرين. هذا الخيار واضح انه للجيل بريك بحت، يعني جهاز بعد ما تعمله جيل بريك نفس الأداة انلوك تولز، تضغط هنا على نو سيجنال مباشرة بيعد وبيفتح الجهاز بدون شبكة. هنا الخيار لأجهزة الجي اس ام اللي اصدارها من 12 ل 14 بيفتح مع تشغيل الشبكة بشكل كامل. هنا لإخفاء الاي كلاود، وهنا لتغيير الفيرسون تبع الجهاز. وفي عندنا خيار اخير هون زي ما انتم شايفين اف ام اي. هاي الخيار هذا مستخدم بنستخدمه للأجهزة اللي فاتحة بشكل كامل، ولكن ما بنعرف كلمة السر تاعت الاي كلاود وبدنا نعمل تسجيل خروج من الأداء ومش عارفين، فبنستخدم هذا الخيار عشان نعمل تسجيل خروج من الاي كلاود ونعمل اي كلاود جديد على الجهاز. وهذا الاشي لا يعد تخطي نهائيا، لأنه الجهاز بضل على تحديث وبضل الإيميل عليه بشكل رسمي، وبتقدر تفرمت الجهاز تشتغل عليه بشكل كامل. يعني ما له علاقة بموضوع التخطي نهائيا، جهازك بضل شغال بشكل رسمي. هاي العمليات هون FMI off، هون عشان تأخذ التوكن، وهون عشان read back up. هاي المعلومات وكل الخطوات هاي راح نعملها بشكل تفصيلي كامل. هاي في الإصدار هذا البروكسي هون مش شغال، إن شاء الله بالإصدار القادم راح يكون شغال، واتوقع راح يكون تحديث سريع ثاني، لانه في لسه خيارات ناقصه مش موجوده بالجهاز. ما نشوف شو موضوع الاكس اس ليش موجود مع الرام ديسك، كونه الاس اكس اس ما له رام ديسك بالاصل. بدنا نشوف شو موضوع راح نعرف يعني في المستقبل. اذا عجبتك الاداء حابين اعمل فيديوهات لكل هاي الاجهزه، هاي الاجهزه كلياتها اخوان متوفر عندي، جميع هاي الأجهزة كلياتها توفر عندي، بقدر أعمل عليهم فيديو كل واحد لوحده شرح تفصيلي. لكن إذا ما كان في تفاعل على هذا الفيديو، ما كان في لايك وتعليق على الفيديو، ما راح أرجع أعمل فيديو على الأداة بشكل عام. كل الأدوات اللي بشرحها اللي ما بشوف عليه تفاعل ما راح أعمل عليه فيديوهات بشكل نهائي. هاي الشرح كامل. إذا كان عجبكم الفيديو ولقيت عليه تفاعل، راح أعمل على كل هاي الفيديوهات على كل هاي الأجهزة كل واحدة فيديو بشكل تفصيلي، وأخليه بقائمة التشغيل زي قوائم التشغيل الموجودة بالقناة. السلام عليكم. تقدر تفوت هنا على قوائم التشغيل من القناة وتلاقي كل أداة. هاي عندك البرو، هاي اف دبليو انلوك، هاي عندك اف دبليو جي اس ام، هاي عندك أداة تي اف تي العادي الاندرويد، أداة حلبتك، روم اف دبليو، هذا برنامج الجيل بريك اللي الكل بيسألني برنامج الجيل بريك، راح نستخدمه في هاي الأداة بشكل كامل، لأنه الأداة يبدو اعتمادها على الجيل بريك بشكل كامل. هاي أداة رام ديسك المجانية فري 007، هاي أداة اي تي انلوك. طبعا كل وحدة زي ما شايفين 9 فيديوهات، هون 11 فيديو، يعني كل جهاز معمول عليه فيديو. يعني انت بتشوف الاداء شو نوع جهازك، بتدخل على قائمه التشغيل بتختار جهازك وتمشي نفس الخطوات تفتح جهازك بشكل كامل، اي اف تي انلوك وكامل كل الادوات الثانيه. واي اداه بدكم اياها بنشرح عليها بشكل كامل. هذا كان الفيديو اليوم، نراكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.